حينما تستمع للشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله كأنك تشم رائحة الأرض المصرية، صوت باص عميق يبدأ من طبقة عريضة جدا لا يذهب إلى مناطق أخرى غير هذه، وإذا ذهب إلى أعلى قليلا يذهب إلى الرست، ولكن بذكاء لا يحاول أن يصل إلى ما تسمى درجة الكردان اللي هي جواب الرست، ولكن يهرب إلى قرار الحجاز كار، وهذا أسلوب لم يفعله الكثيرون. هكذا: يا أيها الإنسان، لا يذهب إلى هذا الأسلوب ولكن يذهب إلى قراره: ما غرك بربك الكريم، ثم ينزل أكثر: الذي خلقك فسواك فعدلك، ينزل كيفما شاء. أما في الصعود إلى أعلى فهذه ليست منطقته، انتقالاته بين المقامات ليست بالكثيرة، فقط قرار بيت ثم يذهب بعد ذلك إلى قرار رست، ومنه إلى قرار الحجاز كار، ثم يعلو إلى الصبا قليلا، ولكن لا يذهب إلى جواب الجواب. صوت فيه عملقة، فيه خشوع أيضا. فضيلة الشيخ محمود عبد الحكم، صوت الأرض.